يبقى هذا الكود احنا ممكن نختصره يا استاذ باستخدام دالة الجيت، لانه في دالة الجيت اذا كان الكي موجود بترجع لي الفاليو تبعته، مش موجود نقدر انه احنا نحط ديفولت، والديفولت هنا في هذه الحالة راح نحطها زيرو، معناه انه التكرار تبعه زيرو مش موجود. فبالتالي زي ما احنا شايفين هنا بدنا نجيب الكاونت تبع احمد كم مره متكرر ككي، هيو تنتين، خالد واحد، محمود طبعا بهاي الكيفيه حيرجع نان، بس هنا لما نحط الديفولت فاليو زيرو، زيرو يعني انه التكرار تبعه زيرو مش متكرر مش موجود، تمام؟ او نت فاوند، لا احنا بنفضل زيرو لانه احنا بدنا نعد تكرارات بالضبط. فبصير الكود انت عندك بهذا الشكل، شوف لي اياه اول كيف سطر واحد، بدل ما تعمل اف والس بصير سطر واحد، ركز معي هاي الديكشنري فاضي، بنروح بنلف على كل اسم، اعمل لي ابديت لكل كي، كيف اعمل لي جيت للنيم، اذا كان موجود حيرجع الفاليو تبعته اللي هو الكاونت تبعه ونزود عليه واحد، مش موجود بيرجع صفر وبيزود عليه واحد، فبالتالي بتصير اضافه. فهاي الجمله بتشتغل ابديت واضافه في سطر واحد حسب ناتج الجيت، حسب ناتج الجيت. يعني اتفقنا انه احنا في عندنا حالتين، حالة الابديت اللي هو البلس ايكوال 1 في حال انه النيم موجود في الديكشنري، مش موجود حيكون هاي بدي اعمل لك اياها 0 زائد 1 والناتج 1 في حال انه هو مش موجود في الديكشنري، تمام؟ تمام؟ واضح يا شباب؟ بالجيت اسهل صح؟ لا.